وافيت تسطر هالحروف الحروف الوافيه واللحون من الشده مرحبا ترحيب ما هي توصف الوصوف المساء هذا سعيد وقافي مسعده الرعد مسموع والبرق لعيني تشوف والبشاير مقبله باذن رب نعبده من خلص السيل فضله لديرتنا يطوف واستقر باللي فمن فضل ربي واحمده ديرتي يا سعده عندها الحرب شغوف الحمير يطيب فعله بربع خلده شيخنا عبد الله الكوف ومزبان الضعوف راعي الجزله فعول المواقف تسمده والحمير العريضه رغم كل الظروف ما تذوق الحزن والقلب دايم تسعده بالخصال النادره تحسب الرجال الوف صوت عزه رفيع وكل ردده طابعي اللي بالشدايد تلاقيها وقوف الصعاب نطوع الخصم ثم نهجده شيخنا عبد العزيز من جات لمعه السيوف ما احزم الا حاله وقته يجي في موعده ما يفرقنا الزمن ولا تشتتنا الظروف من حروب اللي على المرجله متعوده اعذب الكلمه ترتبتها مثل الصفوف والحروف مرتبه للنشام مورده اول الفرحه لقاكم وانا عيني تشوف وسط خفاقي غلاكم سوات المرعده فرحتي ما تنوصف بالقوافي والحروف خطوه الغالين تحفظ بوسط مجلده مرحبا بضيوفنا واهلين يا نعم الضيوف النفل والعود والورد جات مقلده مرحبا ترحيب وافي تسطر هالحروف الحروف الوافيه واللحون من الشده مرحبا ترحيب ما هي توصف الوصوف المساء هذا سعيد وقافي مسعده الرعد مسموع والبرق لعيني تشوف والبشاير مقبله باذن رب نعبده من خلص السيل فضله لديرتنا يطوف واستقر باللي من فضل ربي واحمده ديرتي يا سعده عندها الحرب شغوف الحمير يطيب فعله بربع خلده شيخنا عبد الله الكوف ومزبان الضعوف راعي الجزله فعول المواقف تسمده والحميره العريضه رغم كل الظروف ما تذوق الحزن والقلب دايم تسعده بالخصال النادره تحسب الرجال الوف صوت عزه رفيع وكل ردده طابعي اللي بالشدايد تلاقيها وقوف الصعاب نطوع الخصم ثم نهجده شيخنا عبد العزيز من جات لمعه السيوف ما احزم الا حاله وقته يجي في موعده ما يفرقنا الزمن ولا تشتتنا الظروف من حروب اللي على المرجله متعوده اعذب الكلمه ترتبتها مثل الصفوف والحروف مرتبه للنشام مورده اول الفرحه لقاكم وانا عيني تشوف وسط خفاقي غلاكم